تأثير بصراحة خلنا نكون واقعيين ومنطقيين، تأثير سلمان الفرج ولا ياسر الشهراني على المنتخب، هم في الهلال إذا غابوا يبان تأثيرهم. والبديل مع كل الاحترام والتقدير وإن شاء الله أنهم يكونون قدها بإذن الله ويبيضونها، لكن كواليتي اللاعب أيضا كواليتي القائد اللي تحدث عنه الكابتن خالد بدرة وتأثير سلمان في الغرف المغلقة داخل غرفة الملابس، وهذا الغياب بيجيبونه باكر بيحاول اللي يريحك نوعا ما يا عبد الله. حاجتين، الحاجة الأولى أنه شوف انتقدوا هارفي على ضم عبد الإله المالكي بحجة أنه راجع من إصابة وقدم واحدة من أجمل المباريات، انتقدوه أيضا على موضوع كنو أنه موقوف وبرضه قدم واحدة من أعظم المباريات، صالح الشهري بأنه ما يلعب في الهلال احتياط في الهلال ولسه برضه راجع من إصابة صعبة وسجل هدف التعادل. أيضا اللي يطمنك أكثر شوي أنه لما أصيب سلمان وطلع ظل المنتخب متماسك واستطاع أنه يتعادل وبعدين يفوز، فإن شاء الله يستمر مسلسل الانتصار إن شاء الله.